جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. اليوم غنخرجوا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس شحال يقدروا يبيعوا الصوت ديالهم للمرشحين والاحزاب السياسيه. الا بغيتوا تعرفوا الثمن بشحال خليكم معنا بكل تواضيع. قال لكم المضادر تا هو حاضر بكل تواضيع بكل تواضع. بغيت تبيع لي الصوت ديالك؟ لا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ ما يمكنش هذا الشيء اللي كتقول لي انا راه مقترع علينا من 2011 2012. ما بعتيش الصوت ديالك؟ ما يمكنش. كنتي بعتيه شحال هادي وقت؟ ابدا. ما عمرك بعتيه؟ ابدا ابدا. دابا عطيناك واحد 10000 درهم تبيع الصوت ديالك؟ لا ما يمكنش. انا بان لي تبيع الدار كامله. لا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ لا لا بكل تواضع. حتى انا شفت الناس اللي باعوا الاصوات ديالهم وندموا. وندموا وندموا بزاف. دابا جا عندك شي مرشح وشي مرشح معروف، شي واحد مرشح معروف وقال لك تبيع لي الصوت ديالك. انا راجع عندي واحد قال لي كتخدم معايا، تخدم معايا بلا ما نقول له قاد القاد في النهار وتمشي عند الناس اللي كتعرف. قلت له ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ حنت بان لي انا الناس وقعوا هذا الشيء. كنقول لك انا كنت انا في جيت اكادير في 2007 2008 2006 وباقي الصراعات وباقي والناس ندموا كيعضوا في صباعهم. قال لك علاش؟ علاش انا وليت كيحرطوا بيا في الاخر ما بقاش عقلوا عليه. ما بقاوش عقلوا عليه. ما بقاش عقلوا نهائيا. دابا انت ما غتبيع صوتك ما تعطيش الصوت. لا ما يمكنش اخويا وما غاديش نصوت. قول لنا شحال اخر ثمن. لا ما يمكنش. ما يمكنش. بكل تواضيع. بارك الله فيك. شحال تبيع لي الصوت ديالك؟ لا اخويا ما كنبيعش الصوت انا. علاش ما تبيعش الصوت؟ ما عنديش الفكره ديال التصويت كاع، خاص شي واحد يقنعني وانا معاه. ما عمرك بعتي صوتك شي مرشح بكل تواضيع؟ لا وحق الله عمرك. والو كاع. والو كاع. ولا عطيتك فيه 2000 درهم؟ 2000 درهم؟ تقدر تبيع صوتك؟ 2000 درهم نقدر بالرجول. تقدر تبيع صوتك ب 2000 درهم؟ نبيعو بكل تواضيع. بكل تواضيع. عندك الصوت بعدا؟ عندي الصوت. يلا غني لينا. اين ديسك بغيت؟ اللي بغيتي نتايا. غني والله ما عرف شنو، ما كاين بزاف ديالك بلاش نفكر. غني على المرشحين. ما عنديش شي ديسك على المرشحين. والو. والو والو. وغني شي ديسك بكل تواضيع اللي بغيتي نتايا. غني الديسك ديالي نضربو دويره في كازا اللي لحشو البارح حيت انا رابور. نضربو دويره في كازا؟ كنا. وانا مسالي لك انا راه خدام بكل تواضيع. وصافي هادشي اللي كاين. هادشي اللي غني. بكل تواضيع. بكل تواضيع. يلا تحياتي لك. الله يسهل عليك. وفينا اللوين؟ الله يلا بخير. بخير. الله يحفظك. عايش الحياة؟ الله يلا بخير. بكل تواضيع. مش بخير. تقدر تبيع لي الصوت ديالك؟ خويا ما عنديش مع الانتخابات ما كنحملهمش انايا. ما كتحملش الانتخابات؟ ولكن عطاوني فيه 5000 درهم ندوزو. صوتك تبيعو ب 5000؟ 5000 درهم اخويا. او توا وائل جسار. لا صاحبي انا هو لي البيبي. 5000 درهم نبيع صوتي. 5000 درهم تبيع صوتك؟ 4000 زايدين 5000 درهم. 4000 6000؟ لا 4999 ما نبيعوش. 5000 درهم. والو. والو. 5000 درهم. 5000 درهم. اخر واقف على اخر شيء. بكل تواضع. بكل تواضع. واو بغا نقول واحد الكلمه دول لك يدوروا. في الله ياخذ فيهم الحق. الله ياخذ فيهم. ما كان بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. الله يحفظك. شحال تقدر اخو تبيع لنا الصوت ديالك؟ شنو نبيعش اخويا الصوت ديالي؟ ما كتبيعش صوتك ماشي للبيع؟ لا ماشي للبيع. ماشي للبيع. ماشي للبيع؟ لا لا ماشي. دابا جا عندك شي مرشح وقال لك تبيع لي الصوت ديالك واش تبيعوا لي ولا لا؟ نقول له هاك الفلوس بعد مني انا بلا ما نشري صوتي انا. انت تعطيه الفلوس؟ انا نعطيه الفلوس غير بعد حقاش غيبيع لي صوتي باش غادي نفهم. وكون ترشحتي مي عندك فلوس كون ترشحتي. وكون عندي الفلوس كاع ما نترشح كوراني في خويتي هاد البلاد انا كاع علاش غنترشح انا. هو دابا ما عندكش فلوس بيع لينا الصوت ديالك. مازال نبيع الصوت ديالي. والو. سوقت انا الانتخابات كاع. غنعطيوك 10000 درهم. واخا 10000 درهم. والله ما نبيعو. ما تبيعش. ما مقيد في الانتخابات اصلا. دخلني عليك والله ما مقيد. بكل تواضع. بكل تواضع. دابا قول لنا اخر ثمن شحال. مازال نبيع صوتي. ما كتبيعش. مازال نبيع الصوت. والو. والو. تبارك الله عليك. يسهل عليك اخويا. مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، كما شفتوا سولنا عباد الله بشحال يقدروا يبيعوا الصوت ديالهم للمرشحين والاحزاب السياسيه، وشفتوا الجواب ديالهم كي كان بكل تواضيع.